جون دي ساعة الساعة 5 إلا ربع عندك؟ طب وين تروحي؟ بعرفش كنا بدوش يجي. لا احنا اتفقنا معه انه يجي. انا دي فكرة بدك نأذوه ونتخباله ونخوفه. يلا يلا بسرعة. انت هاي 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 انا ايه انت البيضة. شامم ريحة مشكلة كبيرة أنا هون. مين عملها؟ تروي. تروي عمل مشكلة ومتخبي؟ لا لا إحنا اللي إحنا. إسا فهمت. أنتوا عملتوا عملة وخليتوا تروي يعملها. وين تروي خليني أشوفه؟ تروي. تروي. وقت تروي. تروي تعال يا زلمة يلا تعال ديش تروي خلاص تروي تروي ديش اسمعوا مش عاملة بصراحة اللي عملتوها تروي كتير زعلان وإخلاقه مديقة وتعبان ومش عارف شو يساوي بدوش يطلع من بين الشجر وبدوش يشوف بشر حكالي انه قال لأمه تير جيب له أكل وأواعي لهون عمين ما يبيعوا البيت عشان ينقلوا ويهجروا أمريكا شو أمريكا؟ شو أمريكا؟ وين أمريكا؟ وين أمريكا؟ وين أمريكا؟ وين أمريكا؟ احنا ما قصدناش هيك مش لهالدرجة قصدنا احنا كنا بس نمزح معه خلوني أفكر بحل عندي حل تفضلوا قدامي انتوا اثنين يلا البنطلون الممزوع وباعوه وعملوا البنطلون المرقع وباعوه كمان ولحديت اسا ولا حدا اقترح الموضه بنطلون المبلول شوف كمان طلع كله عامل طلع شوف وراح ايش كمان راح نعمل دعايه يطلع فيها واحد بيقول الشاب الكول بيلبس بنطلون مبلول تروي انت راح تصير مليونير انت راح تصير مليونير مش عم بصدق انا بدي اياك تصدق انا الفكرة على القريب وبدك نشيرها اكثر الفكره تعال نتصور الانستغرام سيلفي يلا 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 تعالوا احنا متحسين ما كانت توقف قولوا لك مره يلا تعالوا يلا خلينا ننزل مش حاجة ناخذ اشي معنا على الجزيرة النائية لانه مدبر حالنا بالاشياء اللي هناك بس في اشي واحد اللي منقدرش نلاقيه ولا بمحل ولا نشتريه وفش له بديل وهو اصحابنا واهلنا شو فايدة كل الالعاب اللي بالعالم اذا فش مع مين نلعب اذا بروح على الجزيرة النائية عن جد بدي اخذ معي اصحابي واهلي وطبعا فادي كمبيوتر
اكيد لازم ناخذ كمبيوتر. مو بفلس هناك. تعال اكتب كمبيوتر. كمبيوتر. لا لا بنفعش كثير ثقيل. سمارت فون. سمارت فون فكره حلوه. سمارت فون. لا بالجزيره النائيه فيش انترنت. شو تعمل؟ شو الاسئله البايخه اللي الناس بتعطيها؟ تعال بدي فادي. بدي بادي بدي فادي اطلع برا. تراي تراي تخكف ولك تراي. شو اخبارك؟ شو في جديد؟ خرفني مشاكل ما مشاكل؟ شو في؟ احكي لي بدي اشوف شوية اكشن. تراي فرجيني شوية اكشن. وين ولك وين؟ شو في هون؟ ايش في شغلة؟ بدي اكشن اشوف. تراي ايش في؟ احكي لي ولا اكشن. تراي في ايش جابك تخرفني اياه؟ اشوف دفترك شوي. تراي خمس شغلة. رح تروح على جزيرة تتركني. تراي بدك تطلع على جزيرة تتركني أنا حالي؟ فش أنا ولا حدا من أصحابي بنادى علي. كيف بدك تطلع تتركني لحالي تراي؟ مش فاهم أنا. بلفادي خلاص أنا بطلت حاضر. بلفادي بطلت حاضر. تراي بطلت حاضر. شوي. تراي بدك تطلع تتركني لحالي؟ مش صاحب انت. مش صاحب. لا لا لا, لا. مش حروح. لا 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 مش انا مش رايح على جزيرة. لا ولا انا. طيب تمام اذا مش رايح على جزيرة. شو السؤال كان كمان مرة؟ ما فهمتش. ما هي الخمس اشياء التي تأخذها معك عندما تذهب الى الجزيره النائيه؟ يعني رايحين احنا بدك اقول لك خمس شغلات. استنى اسوي لك ايش. بفكر انا. تروي بفكر. واو شو دخل معي على الجزيره. تروي سجل خمس كياس مارشميلو. خمس كياس مارشميلو. سجل خمس مارشميلو. لا يمكن خمس كياس مارشميلو. بعرف بيتزا. بيتزا او لا بس بيتزا صغيره. بيتزا لا بتعرف شو بدنا نفتح محل بيتزا. نروح على بلوكات ونفتح محل بيتزا. واسمع حبه مارشميلو كبيره 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 لانه بنفع كمان نتغطى فيها اذا بردنا. بنفع نروح فيها من الشط على الجزيره. حبه مارشميلو كبيره. تذكر معي كبيره هيك. كل همك بطنك. جنازك على راسك. لا لا مش قصدي انك ناصح. بس المس قالت اكتب خمس اشياء تاخذها معك حين تذهب الى الجزيره النائيه. شو بتسألني انا؟ اسأل انت معلمتك هاي الاسئلة. تعال روح عندي فكرة. روح اسأل الجزيري. والله. تروي تعال نروح نسأل الجزيري. يلا انا هيك بقول. يلا تعال وراي. تروي شايف ايش في هناك؟ ايش هاي؟ البحر. لا على البحر. جزيري. شو هون؟ بادي فادي. ايش هاي؟ سما. هاي أرض. الجزيرة شايفة؟ وين المارشميلو؟ الشنطة. وين فتيح الدبابة؟ فتيح الدبابة؟ انسى شو قلت لك. جزيري جزيري شو بدك نجيب لك يا جزيري؟ تروي. نعم. تعرف رقصة الجزر؟ يمكن. اوكي اعمل معاي. فاضي بتحكي مع جزيرة؟ جزيرة بتحكيش. مين قال لك جزيرة بتحكيش؟ بتحكيش؟ ايه. بديش اشي. شايف؟ عن جد الجزيرة بتحكي؟ انا قلت لك. مرة عم
تبكي؟ مش عارف. لا هتصور صورة. لا تصورنيش. تصبروش يا زلمي، بلكي صور نائي بتحبش سمارت فون. جد بلكي بلكي. جزيري مالك بتعيطي؟ ليه بتعيطي يا جزيري؟ بدك كوركنات؟ بدك تليفون تروي؟ يلا تروي زدلها تليفونك. لا شو تليفوني؟ تليفوني هذا. بس زدلها تليفونك. بدي تليفونك. زدلها تليفونك. بس انا شو بدها انت؟ بعرفش ايش بدها. ايش تاني يا جزيري؟ بدك كمبيوتر؟ لا. طب بدك اكل؟ لا. طب بدك مارشميلو؟ مارشميلو زاكي. شو بدي باقي الاشياء بدون اصدقاء؟ اصدقاء؟ بدي اصدقاء، بدي اللي بحبهم يضلوا حوالي. عفت حالي لحالي. شو بتنفع كل هاي الاشياء بدون اصدقاء؟ كيف نقدر نكون بالحياه بدون اصدقاء؟ لقيتي جواب. ها؟ اي جواب؟ اصدقاء عيلي. مش حاجه ناخذ اشي معنا على الجزيره النائيه لانه مدبر حالنا بالاشياء اللي هناك. بس في اشي واحد اللي منقدرش نلاقيه ولا بمحل ولا نشتريه، وفش له بديل، هو اصحابنا واهلنا. شو فايدة كل الألعاب اللي بالعالم إذا فيش مع مين نلعب؟ إذا بروح على الجزيرة لاقيه عن جد بدي أخذ معي أصحابي وأهلي. وبعدي فادي معك رح يجي كمان، وبدك تجيب مارشميلو، وبدنا نجيب بيتزا، وبدنا نجيب ألعاب كتيرة، ويمكن نجيب حبيب كمان معانا وساندرا، وممكن نجيب سابين، ممكن نجيب مايكل كمان. اسمع، بدنا نعمل الجزيرة أكشن بخوف، بدنا نخرب الجزيرة، بدنا نكسر الدنيا، بدنا نحتل العالم. صح صح. طخف. بدي بادي بدي فادي اطلع برا. تروي هذا عارفه الاوضه. مرحبا. شو عم تسوي هون؟ احنا عند المدير. شو عامل هاي المره؟ ولا اشي. شو ولا اشي؟ لك انا جاي اقعد المدير على راي المسن. بضل كثير احكي. شو عامل هالمره؟ تعال انا اشوف. فوت يلا روحي، انا جاي معك. اسمع شو بعمل المدير. هيك. لو انت رح تضلك تعمل مشاكل بالحصص. لو انت حكي لي تروي. لا وانت ابو شوف مش عاجبك حكي تروي، تطلب مني اسكت يعني؟ اه لا بس انا مش قصدي. مش قصدك. تروي انت ايش بتعيد؟ انا نازل. طيب تروي، انا شايف هون انه انت مش عم بتركز بالحصص. قلنا اذا انت مش عم بتركز بالحصص كيف رح تتعلم؟ لانه شو التعليم؟ التعليم بالاخر شرطه التركيز. ركز. شكرا لخالتي لعمتي لاهلي. ركز بالحصص، ركز مع المعلمين. شكرا على الجائزه اللي اخذناها، جائزه الازعاج. شكرا. شوي بشوف عم تضحك يعني على كلامي. فيش مضحك. طيب تروي انت مش عم تخلي ولا خيار، اذا مش راح تكون جدي انا راح اضطر احكي معك. تروي تروي اقبل عندك. اقبل عندك تروي. لا لا بنفعش تضلك تضحك هيك تروي. المدرسة هاي مش غابة، بنفعش تتصرف فيها زي الحيوانات. لا سمعت شو حكى تروي؟ لا
لا لا الا صورة الخطبة. تعرف عن شو حكى؟ لا حكى عن الغابة عن الحيوانات. الله روّي 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 تروي انا هلا بحكي روّي روّي سمعت سؤال؟ روّي سمعته؟ تروي كيف بدي روّي؟ شوي روّي. شكرا تروي انك عم بتحاول تحسسني احسن بس روّي الخطبة الوحيدة اللي عندي روّي استنى شوي هاي الصورة الوحيدة يعني طيب تروي انا بورجيك هاي الصحبة هاي الصورة الوحيدة اللي عندنا الخطبة مش عارف خلص خلص شكرا وضعته كمان الحقني برا يلا بستناك برا انا ضبطه؟ وكروي يلا لأمتى بدك تضلك تعمل مشاكل؟ شو؟ هذا كيف بدك تضلك كيف بدك تعيش وانت عم تعمل هالمشاكل؟ خيالك حلو كتير على شو؟ الأم تحكي جملة باجتماع الأهالي بس شوي بخوف دير بالك ولا تحملها تحتك ليش تنى أعملها تحتي خلص بحكي لك بعدين إما عم تستناني باي مرحبا مرحبا بكم أيها الأهالي الأعزاء أهلا مرحبا بكم أيها الأهالي الأعزاء وأهلا بكم في بيت أبنائكم الثاني هاي تروي وعك تعملها على حالك يلا باي بالنجاح بدي بادي بدي فادي اطلع برا ايش في؟ وشك وشك اصفر وخايف؟ وكمان شو بتعمل تحتك يا زلمة؟ عن جد؟ تروي انا كتير بدي اعرف ايش في؟ خرفني ايش في؟ لازم اقدم هدول لكم من كلمة باجتماع الاهالي وانا كتير خايف بفكر انا عرفت شو عندك شوف تروي انت عندك خوف الجمهور تروي خوف من الجمهور تروي شو لعبلي يا انت دكتور نفساني تروي انا اللي بعرف شو عندك عندك خوف الجمهور وانا عندي الحل شو الحل الحل تروي هو انك تتخيل كل العالم اللي حواليك خايفين منك ساعتها بدل ما انت تعملها تحتك العالم راح يعملوها تحتك تمام بدي اشوفك تتخيل هاي وتجربها طيب طيب ارفع لفوق القوه الثقه بالنفس نفس صدر مرفوع لفوق كتاف لفوق يلا تعال نطلع نشوف يما انا خايفه من اسا جد يطلع على المنصه بيحكي كلمه وانا كمان خايف كتير شو تروي كيف احسن ها بتلك انا كنت عارف يا زلمه بتلك بادي فادي الاسد مش عادي زبطتش عندي حل تاني تروي عندي حل تاني اكيد راح يزبط تروي بدي اياك مش بس تتخيل العالم خايفة منك بدي اياك تتخيل العالم كمان كلياتها لابسة اقنعة لابسة اقنعة وحطيت على وجهها وبدي اياك تكون قوي ثقة بالنفس ارفع ظهرك وراسك وتطلع تعطي احسن خطاب بحياتك طيب يلا فرجيني كيف يا ما تروحي استنى على المسرح ما تخاف ميتي شو تروي؟ كيف؟ زبطت ها؟ زبطت حسيت أنا لا؟ إلى الأهالي الكرام أهلا بكم في مدرستنا لنستقبل معا الطالب تروي يلقي كلمة النجاح تفضل تروي فاتي فاتي أرى الله تروي رو اسمع لك شيء رو أول شيء رو اسمع بدي إياك تعمل إشيين تتخيل انه العالم كلها بغمض عينيها لابسه اقنعه لابسه بدلات سبايدر مان فيك كثير شغلات تعملها تروي بس تروي بصراحه بتخيل ولا واحد من هذول راح تساعد بعد لانه لازم تطلع على المسرح هسه انت بس اشي واحد راح تساعد تروي الاشي الوحيد اللي بينفع تعمله هسه هو انك تكون انت ثقه بالنفس وتطلع تعطي احسن خطاب اعطيته بحياتك يلا طيب باي يلا مرحبا بكم أيها الأهالي الكرام
أنتم الآن في بيت أطفالكم الثاني. نرحب بكم ونتمنى لكم أوقاتا رائعة وممتعة وشكرا.